اهلا 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 اهلا، ده ايه النور ده؟ ايه الجمهور الحلو ده؟ حيوا نفسكم حيوا نفسكم الاول بس. ووو. اهلا وسهلا بيكم، مبسوط جدا ان انا مع حضراتكم النهارده، ومبسوط ان احنا في ارض مصريه جميله وفي مدينه العالمين الجديده. عايز اقول لكم المكان اللي احنا فيه ده كان فيه في يوم من الايام 21 مليون لغم. انتوا مستوعبين الرقم؟ 21 مليون لغم، وتم ازاله كل هذه الالغام وبقى عندنا مدينه ساحره سياحيه بنعزم فيها كل العالم انهم يجوا هنا عندنا. شاوروا لنفسكم في الكاميرا، ايوه شاوروا لنفسكم في الكاميرا، انزل لهم تحت، انزل لهم تحت، انزل ما تخافش، انزل كمان على مس، ايوه ايوه، نطوا له فوق، نطوا له فوق. ده انتوا ناس جميله. طيب بصوا بقى، بما ان انتوا بتحبوا التصوير هطلب منكم طلب، معاكم موبايلات؟ ارفعوها لي فوق. كله فوق، حلو الفوشيا ده. أول مرة أشوف موبايل فوشيا. طب بصوا بقى، إحنا متعودين المصريين لما بنروح أي حتة في بلاد العالم بنتصور ورا المعالم السياحية أو المباني الفخمة اللي موجودة في المدن اللي في العالم كله. إحنا دلوقتي عندنا مباني حلوة أوي أوي، وإحنا يمكن المصريين القدماء علموا العالم كله فن البناء والهندسة. فحطوا من حضراتكم ترفعوا الموبايل وتاخدوا سيلفي وراكوا الابراج. يلا فين؟ مش شايف. ها فين يا شباب؟ فين 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 فين؟ اتصورتوا؟ وريني الصوره، وروني الصوره، انزل لهم بالكاميرا عشان نشوف الصور. انزل 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 يا عم، انزل كمان ما تخافش، وروا له الصوره بقى. ها ايوه كده. طيب لو سمحتوا بعد اذنكم الصوره دي نحطها بروفايل بيكتشر على فيسبوك وعلى انستغرام، ونعمل الهاشتاج التالي فيزيت ايجيبت، فيزيت اندرسكور ايجيبت، او فيزيت اندرسكور عالمين، او العالم عالمين. العالم ايه؟ لا الجمهور نايم قوي مش هينفع والله. العالم ايه؟ العالم ايه؟ لا انا عايز اسمع الساحل الشمالي. العالم ايه ده؟ اخركو اخركو. طب يلا وريني العالم ايه. جمهور حلو طبعا. طيب بصوا بقى، من 5 6 سنين لما كنا بنعدي هنا على طريق الساحل ما كناش بنشوف اي حاجه من الكلام ده، كان عباره عن رمله. صح صح ولا غلط؟ خلال 4 سنين في ألوفات من العمال والفنيين والمهندسين اللي ابتدوا المشروع الجبار ده وحولوا لنا الحلم لحقيقة. فبعد إذنكم عايزين نسقف لهم. بذمتكم السقفة دي تليق بيهم؟ لا جامد جامد. ونقول لكل عامل وكل موظف وكل اداري وكل حد اشترك في المشروع العظيم ده شكرا شكرا. اعلى اعلى. انت بتصوتي ليه؟ طيب مهرجان العالم عالمين بدا 13 يوليو وهيستمر معانا لغايه 26 اغسطس. والمهرجان ده في الحقيقه مهرجان جواه مهرجانات كتيره قوي، يعني كل يوم كل يوم في حاجه. ونتمنى ان يبقى في مليون زائر يجوا يزوروا مدينه العالمين الجديده خلال المهرجان، مهرجان العالم عالمين. وطبعا عندنا هنا في العالمين الجديده احلى ممشى في الدنيا، ممكن تشوفوا عليه غروب الشمس كل يوم وانتوا بتتفسحوا. طيب
من ضمن الحاجات اللي شفناها، شفنا بطولة الكرة الشاطئية، تحدي الجيل الذهبي، والفريق اللي فاز فيها فريق الكابيتانو بقيادة النجم حسام غالي، بنحييه طبعا. وشفنا كمان رياضة التيك بول، و ايه ده؟ تعالى 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 بس تعالى. ما تخافش مني والله، تعالى بليز بليز بليز. تاني تاني يا عم. انا لو مسكتك هنزل بيك تحت. تعالى تعرف تعالى 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 تعالى. بص 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 هقول لك حاجه، لا لو جامد قوي اقف على السكريبت هنا. يلا هيسقفوا لك والله لو عملت كده. يلا ها هبوط هبوط، سقفوا له سقفوا له. طيب كان في كمان بطولة التيك بول، وكان فيها أبطال العالم ناتالي ومايا، ولسه هنشوف في العالم على مين. هنشوف عروض أزياء عالمية فظيعة، هتتبسطوا قوي. وعندنا بطولة العربية للجودو، بطولة البادل، وسباق عربيات، وهيكون في كرنفالات وعروض شعبية تقريبا أيام كتيرة قوي بتمثل كل محافظات مصر. ضمن الحفلات اللي هتشوفوها هنا عندنا في العالم عالمين، حفلات لنجوم كلنا بنحبهم من مصر والوطن العربي. هيكون معانا منهم النجم أحمد سعد، والنجمة إليسا، والنجم راغب علامة، والنجمة نانسي عجرم، والنجم مدحت صالح، والكينج محمد منير، وست الكل أنغام. وطبعا حفلة ضخمة جدا هتكون للموسيقار العالمي عمر خيرت. ومن الإمارات هيكون معانا بلقيس، ومن المغرب هيكون معانا أمين بوتشار. عندنا كمان في حفلة هيكون فيها الساحر العالمي كريس، هيعمل شو ما حدش شافه قبل كده، هيعقدنا. طيب انتوا جاهزين اللي هقوله دلوقتي ولا مش جاهزين؟ جاهزين؟ انا مش جاهز. طيب انا حابب طبعا اشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه على الشغل الحلو الراقي اللي بيتعمل. كمان بنشكر القائمين على إدارة جهاز مدينة العالمين الجديدة، حيوهم لو سمحتوا. طبعا النهاردة احنا معانا نجم حبيبنا قوي بصراحة، يعني قوي، لا قوي، لا مش سامع القوي اللي ورا، ايه ساكتين ليه؟ طيب انا قلت لكم طبعا معانا نجوم من الوطن العربي كله، والنهارده بنبتدي مهرجان العالم عالمين بالراجل هقول عليه المصري الاصيل اهو. طب اقلب الصوره الناحيه الثانيه عشان الناس تشوف، اقلب الصوره. ده الناحيتين ماشي. الراجل المصري الأصيل، الفنان اللي هقول عليه عبقري، اللي كان عنده طموح وفنان ذكي، هيكون معاكم كمان شوية. وأنا شخصياً بحبه جداً 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 لأسباب كتيرة. هيكون معانا النهاردة تامر حسني يا أولاد، هو ده الصح، تامر حسني يا أولاد. طب تامر حسني يا بنات، البنات تكسب طبعا. مين بيعرف يرقص زيه؟ ها تعرف ترقص زيه؟ وسعوا لها شويه كده، وسعوا بقى هنصورك. انت قلتي انا بكل جراءه اغششك حركه. طب وسعوا لها شويه، وسعوا لها كمان لو سمحتوا. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سهى؟ نهى؟ ضحى؟ سمعت تقيل. يلا يا ضحى ورينا.
ورينا رقصة. يلا ها اوريك انا وتقلديني. انا بقلده يعني انا بصي 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 يا ضحى ضحى يلا يا ضحى تطلعي فوق يلا اعمليها. طب مين يعرف يعمل الحركه اللي انا عملتها دي؟ يلا يا شباب يلا 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 ها فين يلا طب ورونا فين عشان تامر يتبسط حواري له كل الكلام ده فين؟ فين مش شايف انا عاملها تاني؟ انتوا مش حافظينها؟ طب عيلها معايا يلا يلا واحد اتنين ها بس انا النهارده اتشرفت بحضراتكم جدا وان شاء الله هتقضوا وقت حلو وتكونوا دايما معانا في العالم عالمين. بس قبل ما امشي العالم ايه؟ مش حلوه. العالم ايه؟ الثالثه تبت. العالم ايه؟ شكرا ليكم. ودلوقتي هيكون معانا ديسكو بيروت وكل سنه وانتم طيبين ومبروك علينا مدينه العالمين الجديده. شكرا.